تنزيل الكتب. سنتعرف في هذا العرض التوضيحي على كيفية إضافة المزيد من الكتب إلى مكتبة البرنامج، والتي بمجرد تنزيلها يمكنك من أن تستعرض محتوياتها مع كل آية، فتساعدك على الفهم والتدبر. عندما تنزل البرنامج يأتي محملا مسبقا بأربعة كتب: الكتاب الأول هو كتاب تفسير التفسير الميسر، وكتاب ترجمة للغة الإنجليزية لعبد الله يوسف علي، وكتاب عن معاني المفردات، وكتاب السيوطي لأسباب النزول. إلا أنه يمكن تخصيص محتويات هذه المكتبة بما نشاء من الكتب الموجودة لدينا، فنضغط على زر التحكم في الزاوية العليا هنا، ثم على زر التنزيل هذا، ثم نختر تنزيل التفسير، ونجد أن التفسير المنزل هو كتاب واحد أمامه علامة صح، وهو تفسير الميسر باللغة العربية. يمكن أن نختار كتب تفسير بلغات مختلفة، نختار اللغة العربية ونختار كتاب تفسير الجلالين، ثم نضغط على زر التنزيل هذا. يجب أن تكون متصلا بالإنترنت لكي تستطيع أن تنزل الكتب، وننتظر إلى أن يكتمل التنزيل. بمجرد تنزيل الكتاب 100% كما سنرى الآن، نجد تنبيها يبين بأنه قد تم تنزيل كتاب التفسير بنجاح. لكي يفعل هذا لابد من الضغط هنا. لاحظ الكتب المنزلة الآن، هناك سابقا تفسير الميسر، وتم تنزيل الآن تفسير الجلالين، إلا أنه غير مفعل، ومن أجل تفعيله ورؤيته لابد من الضغط هنا وإغلاق. الآن لو شغلنا الآيات أو فتحنا المكتبة سنجد أنه عوضا عن كتاب واحد ظهر لنا في المكتبة كتابين للتفسير. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن وكما نزلنا كتاب تفسير إضافي، يمكن إضافة المزيد من الكتب إما للتفسير أو لغيره من أبواب المكتبة الأخرى. ونعيد الخطوات، نفس الخطوات تقريبا، ولكن للترجمة فننزل كتابا للترجمة بالضغط على زر التنزيل هنا واختيار تنزيل الترجمة، فنجد الكتاب المسبق التنزيل وهو كتاب عبد الله يوسف علي للترجمة للغة الإنجليزية. يمكن أن نضيف كتابا من أي لغة أخرى، مثلا لنأخذ اللغة الهندية مثلا، ونختار كتاب التفسير للغة الهندية، ثم نقوم بتنزيله. وسنرى هذا التنبيه عندما يتم تنزيل الكتاب بنجاح، فنضغط موافق ونضيف كتابا آخر مثلا باللغة الفرنسية، كتاب لمحمد حميد الله، ونقوم بتنزيله كذلك. وكذلك ينبهنا البرنامج إلى أنه تم تنزيل الكتاب كتاب الترجمة بنجاح، ويطلب منا تفعيل استخدام الكتاب الجديد، وذلك بالتأشير أمام اسمه كما فعلنا سابقا. نضغط موافق ثم نؤشر أمام الكتابين لتفعيلهما. والآن نستعرض الكتب التي نزلناها، فنفتح المكتبة بالضغط هنا، فنجد أنه بالإضافة إلى الكتاب الأصلي كتاب عبد الله يوسف علي باللغة الإنجليزية، قد تم تنزيل وإضافة وتفعيل كتابين آخرين، كتاب بالبنغالية وكتاب باللغة الفرنسية لمحمد حميد الله. لنستمع إلى القرآن. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبهذا نكون قد تأكدنا من تنزيل الكتب، وبنفس الطريقة يمكننا أن ننزل أي كتب أخرى متوفرة. نأمل بهذا أن يساعدنا هذا إن شاء الله على فهم كتاب الله وتدبر معانيه، ومن ثم العمل بها. كان هذا عرضا توضيحيا سريعا لكيفية تنزيل الكتب للمكتبة القرآنية المصاحبة للبرنامج.